صباح الخير. صباح الخير. من مدرس عربي؟ نعم. حسن جعفر؟ نعم. جعفر مكي؟ حاضر. إبراهيم منصور؟ حاضر. سيد ناصر سيباقة؟ حاضر. طالب الكتاب العربي والبستر العربي؟ إن شاء الله. أحسنت.
اسحب حسن بعد يوم. اي اوكي. ان انا معلم بسال عن كتاب عازل القصيبي الجديد. الواجب يبوي حق باكر. اي الواجب باكر ضروري. نروح اليوم العصر اوكي. والله تطنزون على روحكم وضحك عليهم بس ابو خليل حبيبي الاستاذ كله تنازع عليكم وانتم مصدقين لا تراجعون مستقبلنا مستقبلنا مستقبلكم انا بعد الكوره ها شوف الكوره بعد تخطي الواجب وبتسويه وان شاء الله اذا اشتغلتون هي وجهي ما في ما في بواسطات هالزمن يلا مشينا الكوره نمشي بس احمد قال انا لسا ايه اخو عند ابو علي عن وين كمل يا سيد ناصر عن وين عن الطاقه عندنا لا بالسوق قال لي باربعه هذا احمد الحجاج يبا كملنا الحجاج على وش لا وقال لي باربعه اوراق الكودلين تطبعون الحين نطبع بنحط على شويه تعديلات بعد يمكن حوالي يمكن باكر نودي برزيل والله موضوع له حصلنا انه كتبنا في صور هاي الصورة بعد لو تطبعها كم واحدة لا لا هاي ما تصلح الصورة لا بس في بعضهم يعني مثلا دي لا تبى صورة انا بعطيك صورة ليوا عندك هذه الصورة وين زين هاي تبين ايه هاي شلون تبين هذه تبين لان شلون خليها قبل الاخير دي هاي بنخليها في الغلاف في الغلاف صح خليها فوق بس عندنا بعد هني المواضيع بعد كتبنا عنها وايد زين شوفوا ماكو كاميرا عندك نسيت سيد ما جبت لي والله خليتهم عندنا لحظه اشوف عليكم من المكتبه لحظه واحده شوف عليكم وقلم اي نعم لحظه بس تفضل إيه لو سمحت الشيخ بغيت اسالك عن كتاب غازي القصيبي جديد توه يعني انا بس بشيك لك في الكمبيوتر وبرد عليك بس لحظه واحده بس موجود عندنا ديوان شعره وموجود عندنا كم كتاب تقدر تحصنهم في القسم اللي يسمونه الآداب الحرف النون من بعد حرف النون في قسم الآداب بتحصل عن غازي القصيبي الديوان ماله يا الله بالتوفيق ان شاء الله وش شباب جو سيدي عادي ايه عادي ايه خلص؟ لا What's up?
شباب كلنا واجب مع لا 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 ان شاء الله راجعين سوينا بس مو مشكلة أنا بس أبغى المرة بس مرة ثانية الحصة الجاية مش سوي يلا أبو فاضل إن شاء الله بارز بارز بس هاي يلا ما شاء الله متروس نسيته وش يعني نسيته صار نشغلي في الزراعة يعني شو اسمه أبوك هو اللي يعطيك الواجبات هنا لا بس الشغل لا اي هناك شغل هنا مو شغل من دراسة احنا دراسة هذا أولى من شغل اللي هنا يعني هذا اللي بتحدد فيه مستقبلك استاذ ذا آخر مرة استاذ نعم الله يرحمه اوكي بس لا تأخر خمس دقائق بس آخر مرة استاذ حبيبي أبو داود بس وقف لي شوي هناك في الزاوية آخر مرة استاذ ما عليه آخر مرة بعدين خمس دقائق بس وقف لي هنا بس آخر مرة استاذ مرة آخر مرة هذه ولا فوق عشر مرات آخر مرة الحارس لما تسوي درزين يعني يلا أوف كده أبو جاسم إن شاء الله حليته جابنا كمل لما أشوف إحنا شيء قريب لا انا بعد قريب بعطيك الحين دواك وجزاك يلا عدي ايدك اقول استاذ عدي ايدك قلت لك يعورك الا ضرب اكيد الواجب ما يعور الحين اخليك تعدي الواجب يلا 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 اسرع انت المره الجايه استاذ تشيك المره الجايه تشيك الحين اول عقاب مال لا تسوي شيء قلت لك والله اول استاذ جيك ايه أصبر والله أحاول أخاف ضربة بس أنا فاري بس آخر ضربة بس سلام حالك سلام حالك مرة ثانية محمد بعد تخلي واجب يروح تعال وين رايح؟ محمد تدري منه قلت لي نسيت الواجب عند أمك لا؟ دفتر أنا سويت الواجب الدفتر نسيته هناك فكرت نسيته عند أمك لا سويته أنا لكن بس مو مشكلة مرة ثانية جيب اياك من وقت بس الحين قبل لا تروح بس مسخن شوي ايدك بس شوي حد يكون قدوة لغيرك حد لا ينسوا مرة ثانية عرفون هذا بيجيهم بعد ما ينسون هذا بيجيهم من ديرك من ديرك من ديرك من ديرك بعد 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 عوض ما عليه خليه عوض حق عرفون راح يفرد عوض يلا 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 بس روح روح مرة ثانية ادوا الواجب لا تروح عليكم بعد ناخذكم وياك شباب تفضل جعفر مكي حاضر حسين جعفر نعم سيد ناصر سيد باقر حاضر ابراهيم منصور حاضر حسين منصور حاضر بيكون مراجعة عامة لأن احنا ما مركز على موضوع معين ولا درس معين. انزين. مركز اليوم على الوحدة رقم واحد الوحدة الثانية أشياء مهمة. أستاذ الوحدة الأولى أستاذ المفروض احنا راجع في البيت مو في المدرسة. شلون راجع في البيت وأنتم ما تعرفوا النقاط المهمة اللي تبيها؟ ما يحتاج عندنا هناك شو اسمه؟ ما عليك سلمان أبيك بس اسكت شوي لأن تلاميذ الطلبة بعد يبون جايين يبون يستفيدون مو جايين حد يضيعون وقتهم هنا بس يعني لو سمحت يعني سلمان مش الطالب سلم امتحان من الوزارة؟ أي أكيد أكيد من الوزارة كم صفحة أستاذ؟
الامتحان يعني ما بيتعدى راس صفحة. سايبتهم علينا من وراء. اللي هو يركزون على الحاجات أساس الاقتصاد عندكم بعد. موضوع مقومات المجال الزراعي هذا واجد مهم. شباب درسنا مقومات المجال الزراعي والمقومات الطبيعية للمجال الزراعي، طبعا المناخ والتربة والمياه والتضاريس. عندي سؤال إليكم يتعلق بالمناخ. المناخ كيف يؤثر على توزيع النباتات على سطح الأرض؟ سيد لحظة سيد شاطر سلمان شاطر سلمان ما تشوف افتح 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 الدفتر افتحها ما شاء الله حب ما جبت لك مكسرات بعد حق وين حق وين هذا انا حق وين جايين هنا هاي مال ابراهيم اسطى مال ابراهيم مال ابراهيم يعني ماخذينها انت من عنده ايه قايل لي عطناه ثاني لو كان عنده كان اكله بعد شوف تحت مفلت شوف يعني انت فلت صوبه شوف ما سيد عم بيقول الجواب يعتمد على الرطوبة استاذ يعني في كل مناطق لها تربة معينة فلذلك يعني تزرع كل النباتات في التربة اللي تناسبها سلمان سلمان انتبه عندي لك سؤال شلون تأثر التربة على الانتاج الزراعي؟ ما اي ولا بتعرف لحظة انا بقول لك شلون الحين ما تعرف انا ما شاء الله اسمح لي اشوف اقول لك خلك ادمي وخلني اشوفه والله ليه بعد تدخل بالصدر في شو اسمه في الامتحان بتنجح دايركت بدون كتابه بدون شيء بس هم هذه الورقه لراقب الامتحان بينجح زين الامتحان على الابواب شباب يجون ناجحين قصائد والنحو قبل ان تبدا الامتحان اي واحد عنده كتاب دفتر اي شيء يتعلق بالامتحان يخليه في الزاويه بس الا والله شويه يلتزمون الهدوء لان احنا في قاعه امتحان ومن قبل لا اوزع اوراق الامتحان هذا الامتحان عليكم اول شيء في البدايه تسجلون الاسم ورقم الطالب والمجموعه اللي هي الشرطه اسمع ضجة ورا التزم الهدوء
سويته ما سويته. المدرس طالع فينا يا سلام. زين خلي الولد يمرن حلو. مدرس سلمان. عجل وين الصداقة؟ الله ما شاء الله ما شاء الله. بشوف له ورقه بشوف له ورقه. اعطني ورقه اعطني ورقه اعطني ورقه دي اعطني ورقه اعطني ورقه اعطني ورقه اقول لك اعطني ورقه. هاي ما خليني من الارض اصلح جفنها. ما شاء الله ناقل نقل ها. اقول استاذ اقول استاذ اخر مره استاذ. شيريدك شيريدك ثلاث فيديو ورقة. هاي وين استاذ؟ استاذ. شوف سلمان مو ما شوف اسمه موجود. مو مين سلمان راسب هذا. راسب؟ ايه. اقول له راجع ما اسمك الا لعب كورة. عليك مادة انت بعد. انا مادة واحدة كل انا حصلت. انا بس مادة. المجموعة الأولى انا. كل سنة انت وين؟ فوق. الثالث. مجموعة الأولى. كلكم ناجحين يعني؟ إيه. شاركتم العرض زين سيد؟ تسعة. شارك تسعة؟ أي شو أقل وسلمان كلش راح محمد وين سلمان انطرد السنة. محمد أنا ناجح. هو الثالث بعد محمد. تفضل. السلام عليكم أستاذ حسين. السلام عليكم أستاذ سيد. بالحال. تمام الله يسلمك. أخبار السلام. الله جعفر شو أخباركم؟ إن شاء الله الحمد لله. تفضلوا تفضلوا. السلام استاذي. استاذ شو اخبار امتحانات النتائج؟ تمام تمام نجحنا احنا. زين زين الله يبارك بس ابراهيم وسلمان شوي. لا هذول انا متوقع منه. لا بس ابراهيم يعني سلمان كلش. سلمان بس ابراهيم يعني واحد يمكن ينجح. هذا ابراهيم لانه متابع سلمان، بس سلمان معروف عنه اكيد يعني حتى كل الاساتذه متوقعين انه ما ينجح حسن. عادي حلو ان شاء الله. ان شاء الله على امركم اوكي. تمام. الو وشك ما طلع التليفون وش فيه؟ تخلص وراك؟ الحين اوراق مالنا صار يوم اسبوع كامل ما خلصتهم يا ابراهيم. وش فيك تعبان؟ ايه تعبان على طول انا اسمعك تعبان على طول انت مشغول اوراق الحين صار يوم اسبوع واحد. يعني ما بتصدق ويانا؟ هذا مو معامله يا اخي. متى الحين بتخلصهم؟ متى؟ باكر؟ كل يوم يقول لنا باكر عقب باكر. انت صاري ويانا يا جليل الحياة. يوميا يقول باكر يوميا يقول باكر. وبعدين يعني احنا شغلنا يتعطر عندنا هني. من شو؟ من حق الكذابة والبيت. يلا كمان جاي. طلب منزلين طلب توفي جميل. نعم. وبغيت معامل. اي نعم.
الأوراق كاملة موجودة هنا وين موجودة؟ العنوان الاتصال رقم الاتصال كم؟ بس لحظة بس استريح هنا بوجه لما بدل شيء. بالنسبة للطلب اللي كتبناه في الجريدة في واحد جاي مقدم الطلب موجود هنا. إي خليك تفضل. اي نعم تمام وقت انزلوا 20 انزل وين قبل اشتغلت؟ في سترة شنو تشتغل هنا؟ تبع شركة مالت لحام خالد حمادي مدير توظيف تعرفه انت؟ اي خالد ده خالد مدير توظيف الو هلا اخو سلامك إيه. لا لا اليوم ما اقدر الدوار الساعة 12 عند العمال بيون بعدهم مفتشين الساعة 5 ايه اوكي سلمى ايه سلمى ايه نعم عندك ليسن انت؟ اي نعم شنو مؤهلات مالك؟ عندك هنا مكتوب لك والله عندي هنا موجود خريج اعدادي والله عندنا الشغلة المتوفرة هني سلمان خمام بلدية خمام بلدية وتسألني عن ليسن؟ اي ايش عليه؟ انا اسألك عن ليسن اي شيء عادي يعني اوكي كم تتوقع راتب سلمان؟ 200 150 نعم يا ناس الراتب يعني اي والله؟ اي يا عيب حسن الو هلا يا شام لا اليوم لا حسبي الله ابليسك ايه لا الساعة 8 اليوم ايه ديوانية ايه اوكي اسمع انزين سلمان الحين بس اسألك بعض الاسئلة ابيك تجاوبني عليها اساس نخليك توظف ولا لا؟ اوكي ايه لو شفت سنور مايت في الشارع يعني شو تسوي فيه؟ اشيله وفلته في الاخمة ما تخاف ولا يعني ريحته ولا شيء؟ لا عادي يعني ما تخاف من السوالف زين لو شفت بيب منبر سلمان بيب ماي شنو؟ بيب ماي بعد شنو؟ بيب ماي اصلحه يعني نفس الوقت يعني ما تروح تجيب اموال وشنو؟ لا لا والله سلمان الشغل المتوفر عندنا هني خمام بلدية نفس ما قلت لك يعني حبيت يعني يكون الراتب مو 200 دينار ايه لا لا ايه حسبي الله ربيسك لا ما عاد ربع اليوم الساعة 8 بالديوانية ايه 8 ونص اوكي اوكي زين سلمان قلت لك الراتب لا؟ ايه الراتب 90 دينار فوق بعد ما وافق الحين ابيك تراويني شلون تخون يعني عندك الخامة هناك شلون تخون انت؟ لازم يعني؟ اي لا شش تشيكك تصلح ما تصلح مؤهلات يعني هاي لازم نشوف قدامي لا افرض باكر اعطيناك الوظيفة وما تخم شهر عدل، شو تسوي يعني؟ حرام بعد ترضى كذي سلمان؟ ان شاء الله ان شاء الله. قوم قدامي و رامي.
خش حمام سلمان، ممتاز. حمام ممتاز انت. اعتبر روحك من باكر موظف يعني سلمان. اوكي. اوكي ايوه. ما شوف افتح 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 الدفتر افتحها ما شاء الله حيل ما جبت لك مكسرات بعد حق وي هذا انا حق وي جايين هنا هاي مال سلمان انتبه عندي لك سؤال شلون تأثر التربة على الإنتاج الزراعي؟ إيه ولا بتعرف لحظة أنا بقول لك شلون الحمادة. أنا شاطر أسمح لي أشوف أقول لك. خليك آدمي وخلني أشوفه. ولا ترى فيني شيء ما في شيء. يلا على العموم أنا ماشي عندك يا سلمان. تمام لا خير.